عفوا آنسي، في حدا قاعد هون؟ تفضل. شكرا. حلو الطقس اليوم، لطيف كتير، لا برد ولا شو. ممكن استعير هالمجلة بالله؟ بعتقد ما في داعي لهالحركات. أنو حركات؟ صار لك 3 أيام عم تحوم حوالي وتاخد لي بوزات، ممكن أعرف ليش؟ الحقيقة أنا كنت وما زلت يعني حابب أني أحكي معك ومنتظر الفرصة. أيوة، وإجيت تستعير المجلة لحتى تخلق فرصة للحكي، مو هيك؟ طيب عفوا، أنت شلون بدك تحكي معي من دون ما تعرفني؟ أنا قلت لحالي أنه ممكن نتعرف على بعض بالأول بعدين بنحكي، طبعاً إذا ما بدايق هالشي. بس بترجاكي لا تفهميني غلط، أنا مو من الناس اللي ببالك منه، بالعكس أنا نيتي تجاهك صافية تماماً. على كل حال مو مشكلة، أنا ضجرانة وحابة دردش مع أي شخص. ماشي الحال، أنا اسمي عادل. وأنا سهى. سهى؟ شو؟ ما عجبك الاسم؟ لا عجبني كتير. آنسة سهى، يا ترى أنت دائماً بتجي لهون؟ يعني وقت بكون مالة بجي لهون لحتى اختلي بنفسي وشم هوا نظيف. بالظاهر بيتكم ضيق وما بيدخلوا الهوا. لا مو هذا قصدي، بالعكس بيتنا كبير وشرح وعين الله حوله. وين ساكنة حضرتك؟ أنا غرب المالكي. وين يعني بالتحديد؟ عدم المؤاخذة للإلحاح. مو مشكلة، بشارع مستشفى الشامي. إيه الحق معك، السكنة بهيك شوارع معرضة للضجة والتلوث، خاصة إذا كان البيت طابق وما في حديقة. لا والله عنا حديقة وكبيرة كمان، بس السكنة برات البلد أفضل، مو هيك بدك تقولي؟ يعني أنا بتمنى يكون لي برات البلد بلاطة واحدة حتى أبني عليها عش مثل عصفير وإسكن. بس منين يا حسرة؟ وحضرتك ما بتحبي تسكني برات البلد يا ترى؟ بلا، وبصراحة عنا مزرعة بالصبورة وفيها فيلا ضخمة ومسبح وأشجار مثمرة، بس رغم هالشي الواحد بيمل أحيانا ما بيعرف ليش. عفوا، يعني بفهم من هالكلام أنه حضرتك ميسورة الحال؟ إيه ولله الحمد، الوالد مخلف لي مزارع وبيوت ومصاري وعندي شركات كبيرة وضخمة، ورغم هالشي بحس بالملل ما بعرف ليش. معقول عندك كل هالأملاك وكل هالإمكانيات ومالة؟ هو صحيح المصاري ضرورية لرفاهية الإنسان وراحته، بس لما بتكون مكدسة تكديس تتحول لنقمة. كيف ما اطلعت حوالي عم لاقي ممتلكات ومجوهرات ومصاري، صدقني مليت، يعني حاسة حالي إنه حياتي كلها فارغة، مع إنه كلها سهرات بأرقى الأماكن ورحلات لأوروبا ومتابعة لأحدث صيحات الأزياء والسيارات. عفوا، شو نوع سيارتك؟ يعني شو بتحبي تسوقي؟ لأنه سيارة واختيارها بتدل على شخصية الإنسان. شايف السيارة اللي واقفة هونيك؟ أيوة، هاي المرسيدس البيضة اللي حدا الشوفير. هاي سيارتي؟ إيه، سيارتي وسائقي الخاص. تتهني فيها، فعلا سيارة مرتبة. بتصدق مليت منها، مع أني من شهرين اشتريتها. لا شو الحكي؟ قبلها كان عندي فراري صفرة، وقبل الفراري كان عندي جاكور كحلي وإلى خط ذهبي، وقبل الجاكور بدلت شي 4 سيارات أمريكي، وهلأ والله ناوية بدل المرسيدس. شو رح تشتري بدالة؟ بي ام؟ ما بعرف، بجوز الطق بمخي وآخذ لي زلحفة صغيرة. زلحفة؟ نوع من التغيير مو أكتر. بدنا ننزل لك الغداء سوف. لا معلش، شوية تانية عم بستنى شخص. فنجان قهوة تانية تسمح. حاضر. النحس لاحقني وين ما رحت، ليكون وجعت لك راسك بحكي. لا أبدا، أعوذ بالله، بالعكس أنا مسرور كتير لأنك فتحتي لي قلبك وحكيتي لي كل هالحكي. فعلا أنا كنت بحاجة لأي إنسان لحتى أحكي له وجعي. صحيح ما سألتك، أنت شو بتشتغل؟ أنا؟ إيه أنت. شفتي البقالية يلي ورا جنينة يلي إلها خيمة خضراء؟
ايه عرفتها هي لك؟ لا شو الي؟ بشتغل فيها بس. اه شو بتشتغل بياه؟ لا محاسب ورا الصندوق، يعني هيك شغلي على قد الحال. يعني انت فقير؟ يا ستي بامكانك تقولي فقير او معدم لانه الراتب قليل كثير. ايه نيالك. على فكرة انت عايش بنعمة مالك حاسس فيها ابدا. انا؟ على القليلة بالك مرتاح وذهنك فاضي. مو بس ذهني فاضي وجيبتي فاضية كمان. انت شاب والمصاري مثل ما بتجي بتروح، لا تزعل عليها ابدا. مالي زعلة؟ مين قالك اني زعلة؟ انت متجوز؟ لا لسه ما صار نصيب. وحضرتك؟ في اثنين حايمين حوالي وعم يطلبوا ايدي. الاولاني ابن تاجر عربي كبير اجتمعت فيه بلندن، عنده محلات اقمشه باوكسفورد ستريت. صحيح هو جنتلمان كتير ومزوق بس مشكلته بارد. انا ما بحب الباردين، بتحس ردود افعال الباردين معدومه، شو ما صار حواليهم ما بيتاثروا. والتاني ابن ملاك كبير هون بالشام، عنده مزارع كبيره، كونسيروا وما كونسيروا ومرتديلا ومعامل اليات. كمان الشاب لطيف ومهذب، تعرفت عليه بحفلة كوكتيل بسفارة ولمح لي على الموضوع. انت شو رأيك؟ المشكلة الاثنين ما نزلوا لي على معدي، أنا غنية وهنن غناية، وحديثنا المشتركة رح تبقى بايخة، كلها شغل وعمل وصفقات، وأنا هربانة من هالشي. أنت شو رأيك؟ بشو؟ على فكرة أنا ما حسيت معك بالوقت أبدا. صدقيني أنا عندي نفس الشعور أنسى سوها. من زمان ما صار لي فرصة لأحكي كل هالحكي، بتمنى ما أكون أزعجتك بمشاكلي. لا لا بالعكس، أنا مستعد أقعد معك 7 أيام بليليها وأنا عم بسمعك. بس هلأ عندي طلب صغير. تفضل. ممكن أشوفك مرة تانية؟ خليها للظروف. وليش لنخلي الظروف تتحكم فينا؟ ليش ما منتحكم نحن بالظروف؟ على فكرة أنت جريء وأنا بيعجبني الشاب الجريء. وأنت ذكية ولماحة وأنا بتعجبني البنت الذكية. شكراً، هذا من لطفك. على كل حال أنا مسافرة كم يوم على باريس، بدي أجيب كم فستان، برجع يوم الأربعاء. الخميس الجاي بتلاقيني هون بالجنينة. حاببتك كتير لهالجنينة، كتير مسلية. وأنا رح أضل هون بالجنينة من هلأ ليوم الخميس الجاي. طيب، عن إذنك. مع السلامة. الله معك. فرصة سعيدة. فرصة طيبة. الله معك. شو استاذ ما رح تتغدى عنا؟ لا والله بدي امشي، اذا حدا سال عني قل له ماجد عم يستناك بجنينه، خليه ينتظرني. حاضر. شكرا. اهلا وسهلا. شو وينك؟ تأخرت كثير أنسة سهى. معلش صار معي ظرف طارئ، حدا سأل عني؟ سأل عنك صاحب المحل وكان معصب كثير. إيه وشو قلت له؟ قلنا له راحت مشوار ضروري كثير وهلا بترجع. وحكى شيء؟ لا ما حكى، هي الفواتير عندك. يلا يا ابو رامز. لوين قاعدين بيه؟ خذني على مطعم الشلال، بكون ماجد عم ينتظرني هنيك، ملل من الانتظار. حاضر يا بيه.